ننتقل الحين معاكم مشاهدينا للإمارات الحبيبة والعزيزة على قلوبنا، معانا الشاعر أحمد الزرعوني. حياك الله في ليالي الكويت، رحب فيك شاعرنا أحمد. الله يحييكم، الله يحييكم ومساكم خير ونور. يا هلا فيك. احنا اليوم هذه المساحة الشرف لنا أكيد، وإحنا نشكركم على تفاعلكم من خلال أكيد وجودكم في التواصل الاجتماعي بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه، وهالشيء يعني مو غريب على أهلنا في الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله، وأنا أحب أن أستثمر هذه المساحة أني أقدم يعني بالتهاني للشعب الكويت ولأمير البلاد الله يقومه بالسلامة الشيخ صباح الأحمد. ونحن في النهاية شعب واحد من المحيط إلى الخليج، خصوصا في مجلس التعاون أو الخليج العربي. نعم أكيد. فإذا شاعر الإمارات يعبر عن هذه المفردة أو شاعر الكويت يعبر عن مفردة دولة الإمارات، هذا شيء غير مستغرب. الشعوب هي واحدة، أكيد الشعوب وحدة، وإحنا أيضا نبارك لكم للإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بمناسبة انطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ، لتبدأ يعني الإمارات كتابة فصول جديدة من الإنجازات والطموحات في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين. صادق، هذا المسبار يمكن كان بقيادة أو بإرادة إماراتية، ولكنه يمثل مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أنه يمثل جميع المسلمين والعرب على هذا الكوكب. نعم أكيد، ألف مبروك لكم وللعالم كله وللعرب بهذا الإنجاز الكبير. حضرتك يعني أمس انتشرت لك أبيات كتبتها في سيدي صاحب السمو أمير البلاد، ويمكن هذا الانتشار كان غير عادي بتويتر وسائل التواصل، أيضا كان هو مانشيت لجريدة النهار في عدد أمس. ودنا لو نسمع شوي منك الحين هذه الأبيات. أمانة هذه الأبيات أنا كتبتها أول أمس ليلة البارح، يعني كتبتها ورقت، نشيت الصبح واشوف ما شاء الله الكويت كلها تطاردني في تويتر ولها انتشار واسع. يعني هذا الشيء مش من دواعي غروري امانه، يعني شعب الكويت وهو صاحب ذائقه عاليه، انك تخترق ذائقتهم بابيات بسيطه كتبتها بكل عفويه وتقوم الصبح تشوف الدنيا مقلوبه عليك، يعني هذا شيء يعني فعلا يبسط الواحد. فكنت اقول كل شاكي باس قلبك يحتوي، ونص جوع الارض من خيرك شبع، أنت رمز السلم والرأي الوجيه والسياسة من طباعك تنطبع، طيب قلبك أجمع العالم عليه، لم شمل قرب آراء وشفع، ما هو بس قلب الكويتي عشت فيه، عشت في القلب الخليجي المجتمع. أيوة الله صح لسانك، الله يسلمك يا رب. يمكن شعرنا أحمد تفضل. لا يمكن كان وصولها للجميع سواء الكويتيين ولا الخليجيين ولا الإخوان العرب، يمكن الصدق اللي كان فيها والعفوية. صحيح أكيد، قاموا يدخلون لي على التغريدة ناس من الوطن العربي يتكلمون، يقول لا مش بس الخليجي، حتى العرب نحب، وهذا شيء غير مستغرب، يعني هذا شيء بديهي أكيد مو غريب على كل أهلنا العرب في كل دول العالم وخاصة في الإمارات، يعني هذا الحب المتبادل بين الشعبين وبين القيادتين. فكل الشكر لك على هذه الكلمات الجميلة. نبي نتكلم شوي أكثر معاك شعرنا أحمد عن يعني هذه الفترة من فيروس كورونا، يمكن نعكس هذا الموضوع على كل شيء في حياتنا. شلون نعكس هذا الموضوع عليكم كشعراء على القصائد اللي كتبتوها بالفترة اللي فاتت؟ والله شوف، أنا أتكلم بشكل شخصي أو يمكن الشعراء بعضهم مثلي، أنت بما أنك تقلصت زياراتك وحضورك الفعلي أو اليدوي في بعض المحافل في بعض الأماكن كالمجالس، إحنا خاصة في الإمارات عدنا وصلنا لمرحلة أن الواحد ما قام يطلع من فلتها، مش في البيت، يعني البيت فيها فلتين، البيت فيه فلتين أو ثلاث، يعني أنا وصلت مرحلة أن حتى بيت أبوي اللي هو جاري ما أقدر أوصل له، فلذلك الواحد تقوقع في محيطه. يعني يمكن أعطانا فرصة للتأمل أن الواحد يستنشق مرة ثانية المشاعر عشان يقدر يفرزها مرة ثانية. حلو، يعني هذه الفترة استغليت الشعر في أن مثلا الأفكار تتغير، المواضيع اللي كنتوا تكتبونها كشعراء اليوم قامت تتماشى شوي مع مشاعرك الحالية. صحيح، نعم يعني أنا من القصائد اللي كتبتها في، خلينا نسمع نص، خلينا نسمع في, 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 في كورونا. نتكلم عن موضوع كورونا، يعني طبعا هذه النصوص شبه جديده، فخلت تسعفني عليها الذاكره. تقول سبحانك اللهم تسبيح يلي بلطفك ان عبدك توسلك الفرج، من الترف ما حسل النعمه بريد، وبنادم ينمل شعوره لو درج، الين ما تنمرد لكن كائن دقيق، هزه وقوقعبه وحطه في حرج، خلاه يخشى من الملامس والشهيق، ويقدر النعمه ومنها
ينحرج باهي صنيعك، باهي صنيعك ساقه لسوء الطريق، لو لذة التفاح آدم ما خرج يستغفرك يا من تثيب المستضيق. مثل النبي يوم انشرح صدره وعرج، ما هو بيونس لكن بلج سحيق، لا نوح من حوله يصعد هالدرج، هو عبدك المضطر والصوت العميق يقول له ما ضاقت إلا بتنفرج أيام، وبنسمع من البيت العتيق أقم الصلاة واستو سب الفرج. آمين آمين يا رب، صح لسانك الله يسلمك يا رب. نعم نعم. الواحد الواحد قام لما قعد مع نفسه قام يتأمل إنه كان في يوم من الأيام يشوف معطي أولوية للكماليات، فشاف إن الصحة صحيح. والعافية وتجمع الأحباب هي من الأولويات هذه، فقام شوي يلتفت لنفسه، فيمكن هذا الشيء ينعكس على الدروشة في القصائد، أو إنك تكون القصائد فيها تأمل في حالك أنت نفسك. أكيد، وهذا الشيء يمكن دائما كنا نتكلم عنه عن واقعية القصائد، يعني ودنا نتكلم إذا كانت يعني تحمل قصص تأثيرها على الإلقاء لو كانت يعني من الخيال، هل يختلف لما حضرتك عشت اليوم هذه التجربة وهذه الجائحة وقاعد تلقي القصيدة، يختلف عن القصائد اللي كانت ممكن تكتب من وحي الخيال؟ أستاذي شوف، يعني أنت لما تكتب من وحي الخيال تكتب مشاعرك، مش لازم تكون هي مشاعرك خاصة فيك أنت، هي مشاعرك فعلا، لكن أنت تمثل شيء، تقمص شخصية يتيم، تتكلم عن اليتم، تقمص شخصية معينة، لكن في موضوع أن أقصى الشرق وأقصى الغرب يعيشون هذه الحالة اللي هي حالة كورونا، هي على الكوكب كله، فأكيد أنت تقاسمهم هذه المعاناة. صحيح. وأنا دائما أقول الشاعر يضحك مجتمعه ويبكي بالنيابة عنه. صحيح أكيد، وهذا يخلي الكلام الشعر يوصل ويمكن يعبر عن وايد أحاسيس ومشاعر تكون موجودة عندنا. يمكن أبي أتكلم شوي على الوسط الشعري في الخليج عندكم في الإمارات، يمكن قليل من الشعراء اللي يذكرون أو يمدحون زملاء لهم في الساحة، نبي نعرف شعرنا أحمد من يعجبك من جيلك من المتواجدين حاليا في الساحة الشعرية على مستوى الخليج يعني، ولا اللي تحب الإمارات الخليج؟ أنا إنسان مش دبلوماسي، ولكن هي. يمكن هذا الجواب يحطني في مأزق بصراحة، يعني يمكن يكون حد مش حاضر لذهني حاليا. يعني في الإمارات نحن عدنا الشاعر من شعراء جيلي، الشاعر علي القحطاني، يعني أنا أشوفه من أبرز الشعراء الموجودين، ولا قصور في الباقين، لكن هذه يمكن تجاربه أو قصائده تلامسني شخصيا. شاعر من مدينة العين، هو صديق وأخ ونفس الوقت شاعر مبدع. عندكم في الكويت انا الفتره الحاليه انا كل فتره تكون عندي هب، يعني شاعر معين هو اللي اتفسح في قصايده، اتفسح مش اسمعها، حلو، كاني اتمشى كانها سوق. هالفتره منو؟ الشاعر جمال بندر، يعني على قصر تجربته انا انصح ان الناس تروح تسوي عليه سيرش في اليوتيوب ولا في تويتر، يعني على قصر تجربته وعمره الصغير ولكن ابداعه منقطع النظير. نعم. يعني لما يكتب في الغزل يسحر، ولما يكتب في الحكمة تحس إنه شخص كهل، لما يتكلم في الفلسفة، لما يكتب في الفكاهة شخص متكامل وما تأثر بتجارب غيره. أمانة يعني جمال بندر من الناس اللي أنا أحب أسمع لهم. حلو، أكيد حياتنا لكل الأسماء اللي حضرتك تفضلت وقلت عنها. ولمسوا في الباقين بس هذا اللي لامسني الفترة الحالية، ولكن هي يعني الساحة الكويتية والساحة الإماراتية والخليجية تزخر بالشعراء النجوم، يمكن بعضهم ما حصلوا الفرصة المناسبة أنهم يوصلون على الأقل لأخوهم أحمد الزران، مش للجمهور، يمكن وصلوا للجمهور بس ما وصلوا لمسامعي أنا. نعم، احنا اليوم يعني نبي نوصل كل اهل الكويت وكل الخليج ولكل اللي قاعد يتابعنا هذا الصوت وهذا القصيد الجميل من حضرتك، نبي نسمع اكثر كثر ما نقدر، شنو تحب تسمعنا؟ ان شاء الله اسمعكم تقول اعتني باللي يجنبك العنى، الزمن بهجحت انفس وافيه، النفوس اللي مجالسها غنى ولانشغالك اي حجه كافيه، ان زهمته قال لك نحن هنا كنه للازمات ضربه قاضيه، يستر الزلة ويرضخ بالثناء ما شكا ولا انتقد علانا، قدرك بعينه مثل القدر السنة في عيونه للعمل متشافية، انسبك يقاسمك فيما جنى وانسبكته قال لك بالعافية، يدري ان رزاقنا تبقى لنا والنفوس حظوظها متساوية، والرضا يعيشك في نشوة هنا لو دروبه روجوه المافيا، يدري ان رزاقنا تبقى لنا والنفوس حظوظها متساوية، والرضا يعيشك في نشوة هنا لو دروبه روجوه المافيا، كامل ولكن تنقصه الأنا.
عالي ونفسه مهيب متعالية، كلما عذق النخل يثقل دن والعليا قطوفه دانية. سلامتكم. الله يسلمك، صح الله لسانك، ما قصرت على يمكن هذه الكلمات الجميلة اللي قاعد تفضل فيها. يمكن أنا بنتقل معاك إلى موضوع إحنا اليوم، هل في قصائد تراهن على نجاحها؟ في مسلسلات، في أغاني مثلاً تعيش لفترة طويلة يمكن ما تموت، هل الشعر نفس الموضوع؟ هناك يعني شعر يظل يبقى، حضرتك كنت تكتب أشعار تحس إن لا هذه لها وقتها، وفي أشعار ممكن تعيش معانا فترة أطول؟ شوف استاذي، الشاعر دائما او مش انا عن نفسي عندي قصائد اكتبها وجدانيه تلامسني انا شخصيا، وفي قصائد اكتبها للمجتمع. فاحس ان القصائد اللي هي اللي تنكتب بلسان المجتمع هي يمكن توصل بشكل، يعني انت عندك شريحه متسعه وشريحه عميقه، فالعمق دائما النخبوي، القصيده النخبوي. لكن القصائد تتكلم، كمثال اعطيك مثال، القصيده اللي كتبتها في صاحب اسمه امير البلاد صباح الاحمد، انتشرت انتشار لانها تلامس كل كويتي وكل خليجي وكل عربي. صحيح، هذا هو الانتشار، مع اني ما كنت اراهن على انتشارها. ليش؟ كنت اتوقع هذا الانتشار بهذا الحجم، يعني كنت اتوقع انها بتوصل مثلا لمسامع 1000 شخص، مش 800000 شخص مثلا او 8 مليون، فهمت كيف؟ ولكن والله شوف، انت صعب انك تتوقع، ولكن اذا كتبته بصدق وقصيده او موضوع يلامس الجميع اكيد بتوصل. نعم، انا وديها ايضا هم اخذ رايك بكتابه الكلمات الخاصه بالتحويلها لاغاني، هل طلب منك هذا الموضوع؟ هل اتجهت لكتابه الشعر الغنائي؟ ما رايك في دخول بعض الشعراء الى هذه الخانه؟ شوف، اللي يكتب الغناء، ترى كتابه الغناء مش سهل، صعب امانه. يعني الكاتب الغنائي غير عن الشاعر المنبري. الكاتب الغنائي لازم يوصل لكل، يعني من الطفل اللي عمره 5 سنوات الى الشايب اللي عمره 70 سنه كثقافه. فاللي يسمع الاغنيه يقول كلماتها سهله، هاي سهل اني اكتبها، كان صعب انك تكتبها. بالنسبه لي انا ما كتبت اغنيه لعشان تكون اغنيه، ولكن نعم تغنت لي ابيات، ويمكن يعني هذا خبر حصري اقول لكم اياه باذن الله، باكر او عقب باكر بيكون في تعاون بسيط ويشرفني، في قصدي بسيط في مدته، ولكن يشرفني اني اتعاون مع نبيل شعيل ان شاء الله. هذا يمكن خبر حصري، ما حد عنده خبر عنه الا انتم عن طريق قناتكم. نبي نسمع كلمات منه، نبي نستغل ونعرف الكلمات شنو هي. والله ما ابغي احرق المفاجاه، فهمت كيف؟ لو كانت الكلمات خاصه فيني حاليا، الكلمات طلعت من عهدتي الى عهده ابو شعيل، لكن اذا كانت ملكيتي الكامله عليها فالك طيب، لكن ان شاء الله انتظروا المفاجاه. ان شاء الله يا رب ننتظر هذه المفاجاه منك. احنا وصلنا مع حضرتك للختام، نبي تسمعنا شيء في نهايه هذا اللقاء. زين، نسمعكم نادر ما اكتب غزل او عن العاطفي، فنقول اركن الدنيا، اركن الدنيا على رف انتظار، لو ضبط ميعادك وصابت معي يا تفاصيل احتياجي واختصار للشعور الممتلي بنظري. الوله اخطر من اسلحه الدمار، وين ما ويهت حدد موقعي، ليه هنا واحتاج لجروحي غيار؟ لا، أنا محتاج أرمد مدمعي، دام طيفك معتبر راسي مزار وينعي الذكرى على بالي نعي، خذني من العقل في عقد احتكار، الوعي مضني أبيك بلا وعي، واقعي حدني على نية فرار، والفرار الواقعي من واقعي، لو يبوني الناس جنة بغيك نار لأنك الفردوس، لكن من يعني ويتعوض بالبدر فاقد نهار، جيت لك عاصب عيوني ومسمعي، وخلهم يحكون دون اي اعتبار، لا بهم محياي ولا مرجعي، ناقص اقدم لهم ورد اعتذار واعزم العالم يحبونك معي. سلام. صح لسانك، الله يسلمك، كل الشكر لك من الإمارات الشاعر أحمد الزرعوني على وجودك معنا وعلى هذه الكلمات اللي وصلت لنا ولكل أهل الكويت الخاصة بسيدي حضرة صاحب السمو، الله يحفظه ويرعاه، كل الشكر على مشاعرك ومشاعر كل أهل الإمارات. الله يسعدك يا اخوي، جزاك الله خير، وانا اللي اشكركم على هذه المساحه، ونتمنى نسمع اخبار طيبه عن الكويت وعن الامير صباح الاحمد، الله يطول بعمره ويرزقه الصحه والعافيه ان شاء الله. امين يا رب، كل الشكر لك الشاعر احمد الزرعوني على وجودك معنا في ليالي الكويت، احنا متواصلين معاكم مشاهدينا في ليالي الكويت، ومع هذه التبريكات اللي قاعد نقراها عن طريق التويتر، عن طريق ايضا الفيديوهات الفواصل اللي قاعد تشوفونها للفنانين المشاركين معنا في هذه الحلقه، كلها كلمات من القلب الى القلب، كلمات ابويه لحضره صاحب السمو امير البلاد، خلينا نشوفها معاكم ونرجع نتواصل.